معانا على التليفون استاذ تامر الحسام ابن شقيق الفنان بليغ حمدي. مساء الخير استاذ تامر. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يعني هبدا، يعني هبه تبدا حضرتك معك طبعا. هو مش انا اللي هتكلم، هو عنوان للبهجه وللروعه. ومين فينا لما بيسمع لحن من الالحانه مع اي حد من المطربين الكبار طبعا لازم قلبه يتزغزغ كده. فانا في البدايه، يمكن في ناس كتير عارفه معلومات عن الموسيقار الكبير بليغ حمدي، بس عاوزين منك مواقف معينه لا تنساها للراحل بليغ حمدي. والله يعني شرف ليا ان معاكم النهارده، وببقى سعيد جدا ان يبقى في تكريم للراجل الجميل ده، لانه فعلا الراجل ده كان جميل، وكان في اعتقادي هو اللي عمله انه بيسطر طاقه حب. يعني حتى الالحان بتاعته، حتى كل حاجه، هو يعني الحب بيعمل حب، والحب فضل في قلوب المصريين. احنا بنتكلم دلوقتي في اغاني مثلا بقى لها 60 70 سنه صحيح، ولسه موجوده اكنها معموله امبارح، يعني في البلدان وفي المواقف لا هو عداد البهجه بيعد ما شاء الله. حتى بعد رحيله بيعد بهجه فعلا. عداد البهجه صحيح. وانا لما جيت مره اعمل ويب سايت في التسعينات كده، قعدت ادور على جمله تبقى مناسبه يعني للراجل الجميل ده، لقيت ان الرجل الذي احبته الموسيقى، يعني لان الموسيقى دي احنا بنحبها، بس هي برضو عندها كده حبه مين، فهي حبه بليغ وفتحت له الكنوز يعني. والراجل قدر يبقى يعني مجتهد كده ويقدم لنا الحاجات دي. هو كان موهوب استاذ تامر، يعني احنا انت حضرتك اللي معاه في الصوره دي، يمكن عاصرته وما كنتش صغير، كنت كبير وكنت في الفتره دي من فتره النضج بقى مع بليغ حمدي. يعني هقول لحضرتك على مثلا الفكره بتاعت الصوره دي، الفكره بتاعت الصوره ده عيد ميلادي، ده كان ديسمبر 92، يعني يمكن اخر عيد ميلاد، لان هو توفى 93. وفي الحقيقه ما كانش قايل لي، يعني هو قال لي عدى عليا كده وبتاع مش عارف ايه وبتاع، وعمل لي زي سربرايز بيرثدي يعني. ويعني ده بيوري قد ايه هو البعد الانساني والبعد لان في اعتقادي الصدق والالحان دي محتاجه الواحد يبقى هو نفسه قادر، لازم يكون قلبه جميل عشان يطلع الجمال اللي طلعه لنا بالمزيكا اللي عملها. اعتقد كده يعني وده باين والله. يعني زي ما حضرتك مثلا حبه الاغاني اللي سمعناها دي، هتلاقي في كل اغنيه يعني هو عامل كم رهيب من الاغاني، وكيف روعه يعني. ويمكن هو كان بيبدا الفكره ويديها للمؤلف يكتبها كمان. هو صاحب نظره، يعني ليه نظره ثاقبه من بدري، بيعرف ان الحاجه دي هتنجح، ويبتدي بقى يطلع بمذهب كده او كده، وبعدين يكمل مع المؤلف. خلينا نشوف، هو كان عامل لك اهداء خاص كده استاذ تامر؟ حقيقي. كان مناسبته ايه؟ بيقول ايه برضو، كان في عيد ميلادك؟ لا دي كانت قلت له مره انا عايز صوره، يعني نفسي غير الصور كمان حاجه بخط ايده الجميل برضه. والصوره كمان دي صوره كانت بيحتفلوا بالسيده ام كلثوم في باريس، وطلع على المسرح وغنى وكتب لي الاهداء العظيم ده. يعني الواحد لو عارف كان سال، وكان يعني بس الحمد لله على كل شيء. حقيقه انا مفتقده، وبتقلي يعني الواحد عاطفي شويه. طب ده هو بيهديك الاهداء ده بذكرى ام كلثوم؟ الاحتفال بذكرى الاحتفال في باريس وام كلثوم في باريس. اللي هي اللي في الصوره برضو موجوده، اللي هي هو الصوره على هو كان على المسرح وبس بيعلق على الصوره اللي مهداها لي، اللي هي دي اول حفله في ذكرى الفنانه ام كلثوم، وغنى اغنيه سيره الحب. طبعا. طب استاذ تامر، انا بصراحه يعني عاوز استغل الفرصه، بليغ حمدي مع حفظ القاب، هو اسمه لوحده لقب، كان حالة خاصة جدا مع أم كلثوم، وحالة خاصة جدا مع فايزة أحمد، وحالة خاصة جدا مع عبد الحليم، وحالة خاصة جدا جدا مع وردة. القلب والحب كان ليه تأثير فعلا على الحالة دي؟ لأن احنا بنسمع إشاعات. ألو؟ فيما يخص، لا أنا آسف ما مسكتش الصوت، قطع. دايما يعني الحالة الخاصة اللي كانت في أغاني أستاذ بليغ حمدي والست وردة كانت مميزة جدا جدا، يعني زي كل شغله، بس دي تحديدا كان بيقول لك ايه الحب اللي كان في قلبه تجاه ورده والله كان بيطلع مزيكا. بالتاكيد طبعا. وفي نفس الوقت هو 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 اللي هو بيحب اللي بيعمله، يعني هو بيحب يلحن، ده اساسي. بس انا بتكلم على القلب، انت ابن اخوه اكيد عندك الاسرار كلها، يعني الالهام كان عن طريق حب. هي سؤالها خبيث يعني، لازم كان يحب عشان يعمل الحان حلوه. ما هو لازم يبقى فيه المكنه عشان تطلع قماش لازم تبقى بتتغذى. فكان في حب حقيقي وصادق قوي، يعني ما كانش بالتاكيد هو حب طبعا يدعي. وهو يعتقد العظيم. الحب اللي ما بيكتملش هو اللي بيجيب نتائج مثمره.
ليه؟ ما هو ورده يعني رحمه الله عليها عملوا احلى الحان وهم متجوزين على فكره. الله بس لما طلعوا عملوا اغاني احلى كمان. وفايزه احمد واستاذ محمد سلطان ربنا يخليهم. سيبيني يا فوزي.